السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى أنكم تكونوا بصحة وعافية. النهاردة أنا عايز أتكلم عن البوتين اللي منتشرين جدا على جروبات الفيسبوك الخاصة بالربح الإنترنت، واللي لهم فيديوهات كتيرة على اليوتيوب. إيه بوت ربح الدولارات اللي انتوا شايفينه ده؟ بوت التاني أو التانية قناة تليجرام بيقول لك أن اديني 50 دولار وحولهم لك ل500 أو 1000 دولار خلال 48 ساعة، وليا نسبة، أو في ناس بتقول مليش نسبة، اللي هو تعدين بالبيتكوين، قنوات التعدين دي وقنوات ربح الدولارات دي، اللي بيقول لك الحد الأدنى للسحب 1000 دولار أو 500 دولار. وتلاقي بوستات كتيرة بتقول لك لو عندك تليجرام تعالى أعلمك ازاي تسحب 500 دولار في شهر بفودافون كاش. فأنا قلت أشوف ايه البوت ده، فزي ما انتوا شايفين كده أنا وصلت بالإحالات أهو 451 إحالة. فدوست على حسابي بيقول لي اجمالي ارباحك اهو 1002 دولار، وده الحد الادنى من خلال عدد المدعوين اللي هم 451، لان الاحالة ب2 دولار و1 من 10. فدوست دايس على سحب الرصيد، قال لي ارباحك اهي. اخترت فودافون كاش، قال لي عذرا رصيدك اقل من 1000 دولار، الحد الادنى للسحب 1000 دولار. طب ازاي الكلام ده وانا ارباحي زي ما انتوا شايفينها اهي، انا معايا 1002 دولار؟ فصاحب القناه اللي هو اللي عامل البوت ده يعني كان بيقول انتوا ضغطتوا على السحب الرصيد اكتر من 3 مرات مش هيسحب، ومحتاجين تكلم البوت. انا حتى لما كلمتهم ما ردوش اصلا. ولو جيت معاكم اهو ادوس على سحب الرصيد اهو، قال لي ارباحك اهي. لو دوست فودافون كاش او عذرا رصيدك اقل من 1000 دولار، دوست راجحي اي حاجه هيقول لي نفس الرساله السامجه دي من صاحب البوت النصاب. تمام، فكده احنا اتاكد ان البوت ده صاحبه نصاب، ومفيش حاجه اسمها يا جماعه ان انا هديك 1000 دولار او 500 دولار من الهوا. انا الحاجات دي بحب اعملها ليه بسرعه، لان انا دفعت تقريبا 5 دولار عشان اجيب 451 شخص دول عن طريق مواقع الخدمات المصغره اللي هو زي بيك وركرز، وكنت شارحه قبل كده. فانا جبت الناس دي يعني ناس حقيقيه وترافيك مش ناس فيك ولا حاجه. فانا عشان ابتدي احذر الناس ان هي اللي هيبتدي يدفع فلوس كتير عشان يشتري، او اللي يفضل يضيع اسبوعين 3 شهر من حياته ان هو خلاص مفكر ده حلم العمر، مفيش حاجه اسمها يا جماعه واحد هيديك فلوس من الهوا. انت مش خطيب بنته ولا جوز بنته ولا متبنيك هو عشان يديك فلوس من الهوا كده. واصلا عشان تتاكدوا من اي حاجه سواء كانت صح ولا غلط، مفيش حد بيقول حد ادنى للسحب اكتر من 100 دولار او 200 دولار ماكسيمم، ده لو موقع موثوق جدا. ده موقع ادسنس ذات نفسه مخلي الحد الادنى للسحب 100 دولار. فهتيجي شويه العالم التافهه دي هتقول لك الحد الادنى للسحب 500 و1000 دولار، فمعنى كده ان هو بيعجزك عشان الناس تقع في نص الطريق، او قبل ما حد يوصل لل1000 دولار ويبتدي ان هو النصب بتاعه يبان، فيبتدي ان هو يكون جمع الداتا اللي هو عايزها من خلال البوت ده، سواء هو كان بيجمع ايه. ومعايا حاجتين تانيين بيبينوا ان الراجل ده فعلا كذاب ونصاب كبير. ان ببساطه لو جينا كده حسبنا الاول، قلنا ال1002 دولار اهم الالف اهو على 451 عددهم، هتلاقوا ان 2.2 من 10 الاحالة الشخص الواحد اللي بتجيبه بيجيب لك 2.2 من 10، قول 2.3 من 10 كمان، يعني هنبزخ مع الراجل اهو. هنيجي على الفيديو اللي هو منزله اهو، هتلاقي في القناة بتاعته دي، هتلاقيه بيقول هنا اهو ان هو معاه عدد المدعوين من خلاله اللي هو 605 شخص، جايبين له 3000 دولار. طيب تعالوا بقى كده نحسبها، 605 شخص في 2.3 من 10 اللي احنا قلنا عليهم لكل حالة، هيبتدي ان هو هيديك 1391 دولار، وال 1400 دولار. فهو ازاي دي 605 عدد المدعوين، او هتلاقي مكتوب هنا اهي عدد المدعوين 605 جايبين له 3000 دولار. ادي اول كذبة موجودة في الفيديو. تاني كدبة موجودة في الفيديو لو جينا في الاخر كده، طبعا هو مفبرج الفيديو ومبرمج البوت صح ان هو لما يجي يبعت كلام يروح بعت له الكلام ايه، يروح رد عليه برد بحيث ان هو يقنع الناس، يعني عشان اول ما حد يشوف يقول واو السويد ده ايه، ده فعلا البوت شغال ومش عارف ايه والجو العبط ده. فهتلاقوا هنا بيقول لك ان هو تم تحويل مبلغ 3000 دولار، اهي هتلاقوا الرساله دي لو اتفرجتوا على الفيديو، والفيديو ده هتلاقوني سايبه لكم في الديسكريبشن بتاع الفيديو بتاعي عشان تخشوا تديله ديسلايك عشان تكتروا على الديسلايك عليه والكومنت السيئه عشان الناس تعرف ان هو نصاب. بيقول لك ان ال 3000 دولار تم تحويلها ب 4500 جنيه. 3000 دولار يا جماعه ب 4500 جنيه ده تقريبا محولها في سنه 2000. ال 3000 دولار دول طبعا سعر الدولار 15 اهو، 3000 دولار في 15 يعملوا لك 45000 جنيه
مش 4500 جنيه. يعني يا راجل يا طيب، يوم ما تيجي تنصب تنصب بغباء كمان يا جدع، فكروا شوية. رب اللي بيجي ينصب ده يعني سبحان الله، رب تحس ان ربنا بيوقعهم عشان يبين كذبهم والنصب بتاعهم. وكل الكلام ده عبارة عن ان هو مبرمج البوت لما يدخل له الرسالة المعينة دي يروح مطلع له الكلام ده. تمام، ده كده كان اول واحد. تاني حاجة منتشرة اللي هي القنوات التانية بتاعت التليجرام. وبالمناسبة دي القناة بتاعتي بتاعت التليجرام انا بنزل فيها شروحات الربح لحاجات الربح، حاجات موثوقة انا مجربها. زي لو دوسنا هنا فوق كده هتلاقوا ده موقع بيك ووركرز، انا كنت شرحه عندي على القناة هنا بتاعت اليوتيوب، وشرحه كمان على القناة هنا للناس اللي حابة تستفاد. شرح فيديو اهو ازاي تسجل، وفيديو تاني ازاي ان انت تشتغل في الموقع، واعمل شوية ملاحظات مهمة للناس اللي عايز تشتغل عليه. وكمان انا الفيديو منزل فيه اثباتات سحب ليا، سحب الموقع ده 4 مرات، والموقع صغير طبعا لو اي حد دخل عليه هيلاقي ان هو كمان الريت بتاعه بتاع اليكسا قليل، وده حاجه كويسه جدا. المهم نرجع هنا لاخر بوست انا منزله، وطبعا قناه التليجرام دي برده هسيبها لكم في الديسكربشن. هتلاقوا ان تاني موضوع ده اللي هو بيقول لك $50 هم وحولهم لك ل $500 في 48 ساعه. فاي طبعا الناس الجنيه دي عن طريق البلوك تشين والكلام ده. انا لما واحد صاحبي جرب الموضوع ده وبعته لي، وهنا طبعا بالمناسبه هتلاقي في واحد تاني على الفيديو بتاعه اللي هو كان منزله ده بيقول له طيب انا جمعت 500 احاله ورصيدي عدى $1000، فده معنى كده ان مش معايا بس. فهو طبعا ده ايه ده وش كده مليون في الميه الراجل ده كذاب. هنيجي هنا على الناس التانيه دي، لما هو جه اودع $100 صاحبي ده وراح بعتهم له، قام جم راح بعت قال له هات لي الوالت اي دي بتاعك والباسورد اللي انت داخل بيه من المحفظه بتاعت البلوك تشين في الابلكيشن ده. فهو راح جاي بعت له كمان في خلال 24 ساعه $14000. يعني $100 اللي بعتهم له المفروض يتحولوا ل$1000، لا هو عودها له $14000. اي رقم واي عبط وخلاص. ولما انا جيت اخدت الموبايل ده وشفت لقيت ان هو محول لي الفلوس دي، هي على حاجه اسمها امبورتد ادرس. الامبورتد ادرس دي يا جماعه انا طبعا ما كنتش فاهم في موضوع البلوك تشين قوي، لما دورت عرفت ان دي بيبقى محفظه بس محفظه خارجيه. اه بص هتلاقي بيقول لك نون سبندبلز، ان الامبورتد ادرس دي تبقى محفظه خارجيه، انت عشان تسحب الفلوس منها محتاج الكيز بتاعتها، والكيس بتاعتها او المفاتيح بتاعتها دي بتبقى طبعا مع الشخص ده، وعشان يوهموا الناس ويقول لك ايه انت وصل لك فعلا $14، تعالى بقى خد النصبايه اللي جايه. ايه النصبايه اللي جايه؟ ان هو بيروح باعت لك الميل الوهمي ده وبيقول لك انك لازم عشان تفعل وتقدر تسحب ال $14000 دول اهو، هيقول لك ان احنا بعتنا لك ربع، او بيقول لك يو هاف ريسيفد ربع بيتكوين ايه 14000 وشويه إيه، وعشان تبتدي انك تتفعل يعني تعمل او بليز ديبوزيت مينيمم $700، او بيقول لك انا عايز $700 مينيمم. فطبعا هتقول ايه مش مهم $700 ده، انا هيجي $14000 ويبقى مش بعد الشر عليك يعني. الله يرحمك. واحد ليه بيقول لك هو اكونت فاليديشن وبلوك تشين سبورت، بس ما انش عليهم ان هم يعني يشتروا دومين حتى، بحيث ان هم يقول لك اهو نوتيفاي وليت مش عارف ايه بلوك تشين ات ياهو دوت كوم. يا جدعان حرام عليكم، شيبقى شركه بلوك تشين هتبعت لك ميل بقى ات ياهو دوت كوم؟ فعلا والله تحس ان الناس اللي بتنصب دي غبيه وما بتفكرش الفلوس بترميها. انا صاحبي لما بعتها لي انا قلت له ده دي ناس كدابه وش، ورحت حتى كلمت الناس بتاعت البلوك تشين اهو، ودي القناة كان اسمها بيتكوين تريدنج اهي، كلمت القناة بتاع قصدي الموقع بلوك تشين رسلتهم، وبدأنا ان احنا نعمل لهم ريبورت القناة بتاعتهم وعملوها اللي هي سكام اهي، والاكونت ده بتاعهم قفلت لهم الاكونت كمان. قعدت دخلت على موقع اللي زي بيشتري ريبورت وكده وبيشتري بتزود بيه متابعين فيسبوك وحاجات زي كده، رحت مشتري ريبورت على الراجل ده ورحت قافل له الاكونت يستاهل يعني، وتواصلت مع التليجرام او غالبا يعني عشان ما انسيبهاش لنفسي. اعتقد ان اصحاب بلوك تشين لما بعت لهم القناه دي هم اللي كان ليهم اليد الكبرى ان القناه تتقفل ويتعمل عليها سكام كده. فطبعا الناس دي تسهل يعني عشان الصوبه. بس انا اتمنى انكم تكونوا استفدتوا وتاخدوا بالكم يا جماعه، مش اي حد اول ما يحط لكم ارقام كبيره $14000 اسحب $1000 من الاحالات بس، مفيش حد بيوزع فلوس من الهوا. تمام، دي حاجه بخليكم انا متفقين عليها، مفيش حد بيدفع لكم فلوس من الهوا. وزي ما قلت لكم الفيديو بتاع الراجل النصاب ده هحطه لكم في الديسكربشن صندوق الوصف اسفل الفيديو عشان تخشوا تعملوا ديسلايك، وبراحتكم بقى في الكومنتات زي ما انتوا عايزين يعيشوا. والحاجه الثانيه القناه التليجرام دي بتاعتي هتلاقوها برده موجوده في الديسكربشن، وان شاء الله هنزل برده عن قريب موقع للاستثمار انا مجربه وبسحب منه حاليا. لو سحبت منه فعلا حابين انزله لكم واقول لكم على الاستراتيجيات والشرح بتاعه، ولو لقيت دعم على قناه
التليجرام دي، هبدأ ان انا انقل الشروحات دي لليوتيوب. اشوفكم على خير بإذن الله.